غلاف لمجلة كانت لمجلة صباح الخير العريقة، واللي أعدت ملف غاية في الروعة عن الشاعر والكاتب والأديب الكبير صلاح جاهين. هنستعرض التفاصيل مع زميلنا الصحفي مصطفى عرام، الصحفي من مجلة صباح الخير. أستاذ مصطفى، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ يعني في ملف مهم جدا مستعرضينه النهاردة معانا في برنامج الصحافة في أسبوع، وهو عن الكاتب والأديب الكبير صلاح جاهين. كلمني عن أهمية الملف ده وأهم النقاط اللي موجودة فيه، وطبعا صباح الخير دايما بتعمل حاجات منفردة الحياة بيها. هو الأول يعني طبعا تحياتي لك وللسادة المشاهدين. طبعا كلنا عارفين النهاردة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. شخصية العام في هذا المعرض طبعا الأستاذ والفنان والشاعر والرسام والسيناريست أستاذنا صلاح جاهين. وطبعا بالمناسبة دي، بما أنه أحد أبناء مجلة صباح الخير العزيزة علينا كلنا واللي تربينا عليها حتى في طفولتنا، فبالتالي كان مناسب جدا أن احنا بنعمل ملف خاص عنه. والغلاف طبعا بيتصدر صورته بريشة الفنان عبد العال، وده أيضا أحد الرسامين الكبار في صباح الخير. الملف حضرتك بيتكون من مجموعة، يعني مش كله يعني قائم على الكلام أو المقالات، لكن فعلا الصورة أو الريشة أو الرسومات جزء من تكوين الملف، وده حسب طبيعة وتيمة صباح الخير اللي تتميز بيه. غلاف الملف بيتصدره الصورة وبورتريه للفنان والرسام نادي، وعنوان كما يليق بجاهين، وعنوان فرع اخر لا في ايدي سيف ولا تحت مني فرس، والعنوان الرئيسي او نقدر نقول الشعار اللي جاي تحت الملف هو عطر الاحباب. تحت عنوان الضحك الباكي الذي رقص بخفه ودلع، طبعا ده بيفكرنا بالرباعيه الشهيره اللي دايما بنسمعها على اذاعه الشرق الاوسط بصوت الاستاذه ايناس بوهر. الدنيا هي الدنيا هي الشاب وانت الجدع وانت الجدع بالظبط. فطبعا دي يعني احدى الرباعيات الشهيره اللي طول الوقت كنا بنسمعها في الاذاعه. وبتتكلم بقى طبعا بنتكلم في الموضوع ده عن حبه للموسيقى بشكل عام، وانه كان بيفضل انه يستمع الى موسيقى الالماني باخ. ما كانش بالمقابل بيقول لك انا ما كنتش بحب بيتهوفن، لكن انا كنت بفضل ان انا استمع الى باخ. ايضا في الملف مجموعه من الرسومات الخاصه بيه، كلنا عارفين طبعا انه كان رسام كاريكاتير مميز جدا، وهو معروف بطبيعته بخفه الظل. بالاضافه الى عنوان اخر كتبه الاستاذ رشاد كامل اللي هو صلاح شاهين رئيسا لتحرير صباح الخير، خصوصا انه تولى رئاسه التحرير لمده سنه في سنه 66. في الترتيب الثالث يعني كان الاول الاستاذ احمد بهاء الدين، ثم الاستاذ فتحي غانم، ثم عمنا طبعا صلاح جاهين. وكان له باب شهير يعني بيكتب فيه مقالاته، كان عنوانه في الفاضيه والمليانه. طبعا دي اسماء كبيره واساتذه كبار جدا ومدارس صحفيه كمان، وفي الابداع وفي الفن. اهم ما تركوا اثر في الصحافه المصريه ايه يا استاذ مصطفى؟ تاني ما سمعتش اخر كلمتين. اقول لك دي اسماء كبيره طبعا وتركت مدارس صحفيه كبيره جدا في الابداع والفن والشعر، اهم ما تاثرت به الصحافه المصريه من الكتاب الكبار دول ايه؟ لا كتير يا فندم، يعني لما هنيجي نتكلم في ابواب الادب والقصه هنلاقي دايما طول الوقت عندنا باب الادب وباب القصه وباب المواهب مفتوح دائما. احنا حاليا حتى في صباح الخير عندنا باب اسمه مواهب الغد، وده على نفس نسق واسلوب اساتذتنا الكبار. في باب اسمه باب نادي الرسامين، برضو ده مفتوح للمواهب اللي عندها قدره على الرسم تعبر عن نفسها. طول الوقت صباح الخير بتستقبل المواهب في مجالات سواء بقى الكلمه او الرسوم، وبنقدم. لما نيجي مثلا نتكلم في الاشعار، مثلا صلاح جاهين كان متاثر بعمنا فؤاد حداد، وبالتالي عمل رباعياته اللي كلنا عارفينها. لما هنيجي نتكلم في باب مثلا الاغاني، يعني احنا عندنا برضو الاستاذ جمال بخيت ربنا يديله الصحه، هو ايضا احد ابناء مجله صباح الخير. فطول الوقت حضرتك لما هتلقي النظر على المواهب هتلاقي ان حد فيهم هتلاقي ان المواهب السعيده دي كلها
يعني نقدر نقول بتستمد طاقتها في موهبتها من هذا الجيل من الاساتذه. صباح الخير لمت طبعا بين جنباتها عدد كبير من الاسماء كلنا عارفينهم، عندنا الاستاذ مفيد صوتي رحمه الله عليه لسه راحل يعني عن قريب، وده كان علامه في علامات التقديم التلفزيوني. عندنا في مجال الرسومات ايضا الاستاذ محمد طراوي برضه رحل عنا منذ شهور قليله، وده احد المكتشفين الكتير من المواهب اللي بتقدمها مجله صباح الخير. الحقيقه اسماء كبيره جدا ومدارس كبيره جدا يا استاذ مصطفى، لكن كلمني عن معرض الكتاب السنه دي، في استعداد كبيره جدا ليه، وكمان في مجموعه من الكتاب وبعض الكتب اللي كمان معروضه بشكل كبير جدا، كلمني عن اهميه معرض الكتاب هذا العام. هو طبعا يعني معرض القاهره الدولي للكتاب يعني في غنى عن ان احنا نعرف باهميته ومكانته سواء اقليميا او حتى دوليا. كل عام عندنا ضيف شرف، كل عام عندنا شخصيه عام، بالاضافه الى فعاليات كثيره. فعلى اسم الاستاذ صلاح جاهين ده بيدينا مساحه عريضه من ان احنا نقدر ننظم فعاليات في مجال الاغنيه، هنلاقي في مجال الكتابه، هنلاقي في مجال القصه، هنلاقي فعاليات. الاستاذ صلاح جاهين نفسه كتب عنه عدد كبير او لا محدود من الكتب، وكلها بزوايا ومداخل كتير مختلفه. هنلاقي مثلا في رباعياته، يعني اشهر تجميع لرباعياته معموله بتقديم الاستاذ يحيى حقي، ويحيى حقي ايضا كان من مواهب الكتابه والصحافه. فبصراحه يعني هو حاله من ثراء، بالاضافه الى انه له علامات في السينما. لما هنيجي نتكلم عن السينما، يمكن احنا النهارده بنحتفل بذكرى الاستاذه سعاد حسني او الفنانه الراحله سعاد حسني. ففيلم خلي بالك من زوزو، فيلم اميره حبي انا، عمل مشترك ما بينهم. من خلال هذه الافلام اميره حبي انا هنلاقي في اغنيه مثلا الدنيا ربيع، ودي يعني يمكن احدى الاغاني اللي كلنا بنستعيد بيها ذكريات الربيع كل عام. فالاستاذ صلاح جاهين اسم ثري بطبيعته، هو موهبه مدرسه صحفيه متكامله بتمشي على قدميه. الحقيقه فعلا هي مدارس صحفيه كبيره جدا ومواهب، وتركوا بصماتهم في مهنه الصحافه وفي الفن وفي الشعر وفي كل المجالات. الكاتب الصحفي بمجله صباح الخير، بشكر حضرتك جدا مصطفى عرام على المداخله معنا.